الثقة. عادت الكرة من جديد الآن، محاولة لمصلحة الأفريقي في هذا المكان، وفرصة أمام المرمى. هدف أول، هدف أول للشماخي. الشماخي يسجل أخيرا للأفريقي هدفا أولا بعد تمريرة البديل الخفيف، حطها خفيفة عند اللاعب المهاجم ياسين الشماخي، روض الكرة وصوب وسجل الهدف الأول. شوف كرة الأفريقي، شوف الخفيفي حطها عند الشماخي، صعبة صوبها شماخي في زاوية صعبة جدا وفي مكان صعب على حارس المرمى لأن يسجل الهدف الأول لمصلحة الأفريقي. 1-0 لمصلحة الأفريقي، هذا يعني الهدف المنتظر بالنسبة لجماهير الأفريقي. أكيد طبعا لا يريدون فريقهم يغادر قبل الجولة الأخيرة في الوئام مع الدخول في الأمام. كرة تلعب خطيرة وفرصة، سجل محمد مبارك هدف التعادل. محمد مبارك يسجل الوئام الموريتاني، يؤدي أداء طيب في مباراة اليوم ويسجل هدف تعادل في كرة ممررة بشكل ممتاز. شوف مبارك خرج في هذه اللقطة، لم يكن متسللا، التمريرة كانت متقنة وذكية للغاية عند محمد مبارك، حصل عليها ومر وصوب بعدما تجاوز غيث اليفرلي، سجل هدف التعادل لمصلحة الوئام الموريتاني. 1-1 أصبحت النتيجة الآن، 1-1. مر بمهارة واستقبال الوئام الموريتاني وهو هدف التعادل. 1-1 أصبحت النتيجة الآن، لكن الأفريقي يتقدم. مرور الخفيفي، جميلة جميلة من جانب الخفيفي، يرد بسرعة بلال الخفيفي، يسجل ويفرح الأنصار مرة أخرى. هدف جميل بعد مرور بالقدم اليسرى قوية، الكرة وصعبة، وهدف للأفريق التونسي. 2-1، عودة سريعة. شوف من اللقطة الأولى، من المرة الأولى بعد هدف الوئام، مرور ممتاز الخفيفي، صوب بقدمها اليسرى وسجل هدف ثاني. أصبحت النتيجة 2-1، يعود الأفريقي مرة أخرى ويسجل ويتفوق على حساب الوئام الموريتاني.